لك يا تفاحة. واحنا في أرض الشقا نتلوى نتشوى، بس في ضلال الظلام الشر يتزين. ادي الحلال يا بابين والحرام باين، بس في ضلال الظلام الشر يتزين. نمشي في طريق الخطايا من خطأ هين إلى خطيئة ومن خيئة إلى روح. من يوم رؤيتك يا حي لأمنا حواء، بتتحايل وتتخايل ده الحل إذا مال مفيش مال يعدل المايل. ياللي بمالك بتتحايل وتتخايل، ده الحل إذا مفيش مال يعدل المايل. ولا باقي غير وجه ربك والجميع زايل، لا المال حيبقى ولا السطوة ولا القوه. من يوم رؤيتك يا حي لأمنا حواء، ربنا يا بنتي هدي الحال عشان خاطر العيلين دول. طلع في دماغي يا ماما ما رجعلوش محمد تاني. ليه بس يا هدى؟ يا بنتي مفيش داعي للمشاكل، وهو بعتهولك اهو ينام معاكي. ايه يعني؟ يبات معايا ليلة واحدة؟ احسن من مفيش، وكمان قال له ان يجيلك وقت ما هو عايز. بالك يا هدى، انت لو سبت ابراهيم على راحته شوية شوية هيبعتهولك يقعد عندك على طول. تفتكري كده يا ماما؟ يا بنتي العند وحش، انتي حتى عندي وهو هيعاند، وكل واحد فيكم هينشف دماغه، وفي النهاية هتيجي على دماغ العيلين الغلابة دول. لكن باللين والهداوة كل شيء يبقى كويس وعال. إبراهيم ابن خالتك طيب وحنين يا هدى، وانتي عارفة أكتر مني. والله ما أنا عارفة أقولك إيه يا ماما،
ساعات بحس انه ابراهيم تاني غير اللي انا حبيته واتجوزته. معلش شيطانه متدخل بينكم، ان شاء الله ربنا هيصلح الحال. يلا يا حبيبتي خدي ولادك في حضنك ونامي، تصبح على خير. وانت من اهله يا ماما. وحشتني الليله اللي انت بقيت فيها بعيد عني دي يا ابو كباتن. وانت كمان يا بابا. طب يلا حبيبي قول الحته دي بقى. يلا عم. ما انا باكل اهي يا بابا. لازم تاكل من ايدي. هو انا رايح هناك ياكلوني واجي هنا تاكلوني؟ انا كده هبقى تخين خالص. لا ما تخافش، طالما انت رياضي وبتلعب كوره مش ممكن تدخل ابدا. بعد ما اكل العب كوره في السطوح. في السطوح سلوك مش حلو. على كل حال قول لي تيتا ازيها؟ كويسه بتسلم عليك. الله يسلمك. والبت العفريته فوفا؟ اروبا لعبنا مع بعض كتير. وماما عامله ايه؟ كويسه؟ اه كويسه. ما سالتش عليا؟ سالتني. قالت لك ايه؟ ما لحقتش تقول لي، اصل واحنا بنتكلم جه خاله مصطفى وطلب احسان بيه في التليفون. طلب حسام بيه؟ اه اصل ايه الزهره هيركب لهم تليفون في المصنع. الو؟ ايوه كمال بيه. لا ازاي ما وصلتش؟ ده انا بعته من ساعتين. دقايق ويبقوا عندك يا سعاده الباشا. احنا ما نتاخرش عنك ابدا يعني. مع السلامه. الو اسلموني ازيك؟ تحت امرك. دست من ارتكل 10 اه والسبرينه مفتوحه. طيب حاضر يومين يكونوا عندك. مع السلامه. طلبيه دي لمين؟ لبهجه السلموني. اه ومدام عنايات كمان عايزه البضاعه بتاعتها. هتوصل لها بكره الصبح ان شاء الله. يستحسن برضو علشان انتم مش فاضيين الليله دي خالص. اهلا اهلا احسان باشا. اهلا بيكم. ازاي حالي يا مصطفى بيه؟ بخير يا سعاده الباشا. طول ما سيادتك بخير. اما انا النهارده جايب لكم معايا فرصه مش هتصدقوا نفسكم لما تعرفوها. خير يا احسان بيه. دي كتالوجات معدات متطوره وحديثه جدا، مكان جديد خالص وباسعار خياليه. اه ده مكان قص. انا عارفه ده. ده بيقص على المقاس بالكمبيوتر. واحد صاحبي وحبيبي قوي بيستوردهم. أول ما قال لي عليهم على طول فكرت فيكم. متشكرة قوي يا حسام بيه. بس الناحية المادية وضعها إيه؟ الناحية المادية دي بقى هنتكلم فيها مع بعض لما نقعد كلنا معاه ونقابله بالليل النهاردة على العشاء. يعني هيبقى عشاء عملي يا حسام بيه. لا متشكرة قوي. خلاص. ها؟ إيه رأيك بقى يا زعفراني بيه؟ والله ما دام الجماعه من طرفك يا حسام بيه انا ما اقدرش اتاخر عن خدمتهم ابدا. متشكرين قوي. بس عشان نبقى واضحين احنا مش هنقدر ندفع غير ربع القيمه بس مقدم. مين؟ ايه الربع دي؟ لا 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 يا حسام بيه، ربع ايه يا جماعه؟ الربع ما يكفيش. معلش يا زعفراني بيه مشيها المره دي. دي اول مره نتعامل مع بعض، عوضها المره الجايه. يا عم مصطفى بيه المكن اللي انتوا طالبينه ثمنه يزيد عن 200,000 جنيه، فما ينفعش حكايه الربع دي ابدا يا حسام بيه. طيب ما تقدروش يا مدام هدى ترفعوا النسبه عن كده شويه بس؟ ان شاء الله حتى يدفعوا النص. ما انت عارف يا حسام بيه، عارف ان احنا لسه بادئين وامكانياتنا محدوده. ايوه يا جماعه، بس عدم المؤاخذه المكن اللي انتوا طالبينه ده هينقلكوا نقله كبيره قوي. طبعا احنا عارفين الكلام ده واحنا محتاجينه جدا، لكن امكانياتنا كده. طب استنوا بس استنوا. ايه رايكم لو اتوسط لكم في قرض من البنك؟ قرض محدود كده ب 100,000 جنيه دوبك تمشوا بيها حالكم. 100,000 جنيه؟ اعتقد ان العبء هيكون اخف عليكم كتير بالطريقه دي. ايه رايك يا هدى؟ والله ممكن بس. ما تبسبسيش يا مدام، ما تبسبسيش. دي فرصة لو راحت من ايديكم مش هتتكرر ابدا. وبصراحة كده وعلى بلاطة، لولا احسان بيه اتوسط لكم انا كنت زماني بعت المكان ده لحد غيركم وقبضت ثمنه كامل قبل ما يوصل كمان. خلاص ماشي، ناخد قرض ب 100,000 جنيه.
ابراهيم مالك يا جدع انت؟ ما تحط الطلبات وخلصنا، مالك واقف مصمم كده ليه؟ ايه ده؟ ما تحطها فوق راسك، مجنون ده ولا ايه؟ معقول؟ معقول ابراهيم يشتغل كده؟ انا مش مصدقها ابدا. ما هو كمان اول ما شافنا اتسمر في مكانه ورملنا الطلبات وقلع. وازاي يشتغل شغله زي دي؟ قله عقل بعيد عنك، هيفضل طول عمره كده، عقله مش مريحه. ما هو مدرس محترم، ده احنا في عز زنقتنا عمره ما فكر يشتغل غير شغلته ولا يعمل في نفسه كده ابدا. ما هو ده اللي محيرني دلوقتي، ما عندوش مصاريف، عايش هو وحماده لوحدهم ومرتبه يكفيه وزياده، بيعمل في نفسه كده ليه؟ انا مش عارفه. يمكن عايز يعمل ثروه ولا يبقى مليونير عن طريق الحلال. يا ريتني ما رحت ولا شفته كده. فيها ايه يعني لما تشوفيه؟ هو حر. انا مش فاهم هي غبي توجع دماغها ليه. طبعا ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. بلا ميه بلا نار بقى، انتوا اللي غاويين تكلكعوها على الفاضي. ولما انت لسه بتحبيه عليكي من ده كله بايه يا بنتي؟ يا ماما مش معنى ان انا اتأثرت بحالته يبقى لسه بحبه، ده مهما كان ابن خالتي وابو ولادي. مفيش فايدة، هتفضلي تكبري كده لحد امتى؟ ارجوك يا ماما ارجوكي. ترجوني يا بنتي؟ انا امك وست زيك، وست ما حبتش في حياتها غير راجلها بس، يعني ابص في عينيكي افهمك واقرا اللي في قلبك. انا قلبي اتقفل خلاص، ما بقاش فيه غير ولادي وشغلي وبس. كد، خليكي كده بقى، كبري واكدبي على نفسك وتعبي نفسك وتعبينا معاكي. انا ما طلبتش من حد انه يتعب معايا، وبعدين انا مش تعبانه، انا خلاص قفلت صفحه ابراهيم من حياتي ونسيته. تعرفي انا لو منك اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ اقول ملعون ابو الدنيا واجري على جوزي واقول له حقك عليا، انا مستعده اكلها معاك بدقه انا وايادي. لكن انا ما عنديش استعداد اكلها بدقه تاني. لكن لو كنت انا اللي غلطانه كنت قلت كده، لكن انا مش غلطانه يا ماما، هو اللي غلط ولازم يعترف بكده ولازم هو اللي يبدا. هخليكم انتوا الاثنين كده، كل واحد يرمي الغلط على التاني، كل واحد مستني التاني ينخ ويجي له ويقول له حقك عليا، وايام العمر بتجري وفي الاخر هنقول يا ريت. انا مش قلت لك مفيش داعي للشغله دي يا ابراهيم؟ ما هو ده المتوقع يا اخي انه يحصل. امال كنت هشتغل ايه يعني؟ وزير؟ علشان لما تشوفني تلاقيني قاعد على مكتب الوزاره؟ شغله غير دي وخلاص يا ابراهيم. شغله غير دي زي ايه يعني؟ انا اصلا ايه؟ مجرد مدرس مفصول، مفيش في جيبه ولا مليم، لانه رافض يعمل حاجه غلط. يعني انت مقتنع بالشغله دي قوي؟ طبعا، اي شغلانه ما دام شريفه وتجيب فلوس تبقى شغلانه محترمه. أنا عشت طول عمري سلبي وأنا معترف بكده، بس من هنا ورايح لأ، أنا مستعد أنحت في الصخر علشان أعرف أعيش. خلاص، مادام متحمس قوي كده، زعلان إنها شافتك ليه بقى؟ زعلان لسببين. أولاً أنا شفت في عينيها نظرة شفقة وعطف ورساء كده. وبعدين شفت في عينين الزفت اللي اسمه مصطفى نظرة شماتة، وأنا ما بحبش الاتنين، لا الشفقة ولا الشماتة. ما هو ده المتوقع يا إبراهيم، هتزعل من ده ليه برضه؟ بيني وبينك اللي ضايقني اكتر الجماعه اللي كانت قاعده معاهم. في لحظه كده افتكرت انها لسه مراتي، ومش هكدب عليك حسيت بغيره قاتله في اللحظه دي. شفت بقى؟ اديك لسه بتحبها برضه يا ابراهيم. ما اقدرش انكر، انا عمري ما كرهتها، مش بس كده، انا عمري ما حبيت حد غيرها. طيب ما ترحم نفسك يا اخي بدل تعب القلب ده بقى. تعب القلب ارحم من تعب الضمير يا زغلول. اه يا تعب قلب يا سيبوي. انا كده بقى عشت كده حياتي كلها كده، هفضل كده وهموت كده.
ايه ده انا كده عشت كده افضل كده هتعملي فيها نجيب الحالي قوم نام جنب الواد ابنك هناك خده في حضنك هناك وسيبنا ناخد زاويه كده على سيفي على الكنبه دي زاويه كده يلا والله العظيم يا زغلول انت من احسن الناس اللي انا عرفتها في حياتي ما فيكش غير عيب صغير خالص حكايه الدروس الخصوصيه دي بقول لك ايه قوم من جنب احسن زو لو سو انت عارف احنا محتاجين المكنه دي في الشغل انا ماشيه ماشيه رايحه فين مروح دلوقتي معلش اصل متضايقه شويه طب والشغل اتصرف انت يا مصطفى لو احتجت حاجه اطلبني ده كلام ده كشوفات المصاريف عايزه امضه حضرتك عندك مصطفى يمضيها لك امضه سعادتك لو سمحت بالسهل كده امضه سعادتك دي كده اي حاجه امضي يا استاذ مصطفى كده مش هرجعها الاول وبعدين امضي تحت امر حضرتك كنت عايزه اقول لحضرتك موضوع عن موضوع متعلق بالشغل لا حضرتك بي انا خلاص يبقى مش فاضي اتفضلي ست هانم خدي بقى في ايدك اتفضلي سيبني راجع حاضر حاضر يا فندم حاضر بقول لك ايه افندم يا بيه ابتسام ابتسام مصطفى بيه عايزك بجد ايوه ادخل ايوه يا بيه تعالي يا ابتسام قربي افندم ايه بقى يعني عامله ايه في حياتك يعني والعيله عامله ايه يا ابتسام العيله كويسه العيله يا بيه هو في الواقع مدام هدى وصيتني عليكي انت بالذات اهتم بيكي شويه زياده حبتين خصوصا يعني بعد ما حكيت لي ظروفك كلها ربنا يخليك ويخليها يا رب خدي الورقه دي يا ابتسام وروحي لسعديه هتصرف لك 300 جنيه من المعونه وقولي لها تأيدهم 300 جنيه ليا انا يا بيه ربنا ما يحرمني منك يا رب يا سبحان الله يا سبحان الله مش ممكن لا في حاجه يا بيه سيبيني انا مندهش جدا يا سبحان الله مش ممكن مش مصدق في ايه يا بيه انت متاكده ان اسمك ابتسام فعلا اي والله يا بيه اسمي ابتسام مش ممكن هي فعلا نورة انت نورة ازاي ما خدتش بالي قبل كده انت نورة فعلا نورة مين يا بيه بنت جميلة في سنك كنت بحبها نفس العيون الحلوة نفس التقطيع المسمسمة نفس الأوامر الغزلاني هي نورة فعلا انت نورة الله يرحمك يا نورة هي ماتت يا بيه ايوه ماتت في عز شبابها اتخطفت مني بعد ما كانت مالية عليا الدنيا كلها يا حول الله يا رب الله يرحمها بقى يا بيه علشان كده يعني بستأذنك يعني ما بيني وما بينك ما بيني وما بينك انت بس من غير اي حد تاني اسمحي لي يعني اقولك واندهلك يا نورة ايوه يا بيه بس يعني خلاص انا مش هغصب عليكي لكن صدقيني لو سمعتي حكايتي معاها هغصب عليكي جدا وهتسمحي لي اقولك يا نورة خلاص يا بي ان كان ده يريحك انا موافقه ماشي خدي بقى الورقه اللي معاكي وروحي لسعديه اصرفي 300 جنيه واي معونه تانية تحتاجيها يا نوره شفتي بقى غصب عني غلطه لسان اي مساعده تانية تحتاجيها تعالي لي على طول ويا ريت يعني تشوفي وقت تكوني فاضيه فيه نقعد مع بعضينا حبتين كده احكي لك حكايتي معاها ان شاء الله يا بي مالك يا سعديه حكايتك ايه النهارده واحنا جايين للشغل وانت سرحانه والوقت سرحانه في ايه بنتي صحتها تعبانه قوي اليومين دول وعايزه اوديها الدكتور لكن الظروف مش سامحه طب اطلبي من الاداره طلبت من مصطفى بيه قال لي مش فاضي بعد كام يوم بيقولي لي جايز هو مشغول في حاجه عموما ابقى اطلبي مره تانية هفوت كام يوم واطلب منه ومن عارف ممكن في الكام يوم دول صحة بنتك تتحسن من غير دكتور على الله يا رب ربنا يجيب العواقب سليم كنا روح واحدة بجسدين كنا زي ما تقولي كده اتنين ليمون يا بيه نعم الليمون اولا احنا لسه ما طلبناش حاجة ثانيا مين قالك يا اخي ان احنا هنطلب ليمون يعني ما هو سعادتك انا متعود يعني لا تتعود ولا ما تتعودش انت هتشربنا على مزاجك ولا ايه يا صابر العفو يا بيه طب شيل الليمون وهات شاي بسرعه يعني النهارده شاي ايوه شاي طبعا شاي وبسرعه كمان تحت امرك انا ما ورناش الا خدمتك
يا ربي يا ربي. مالك يا مصطفى بيه؟ حتى الجرسون افتكرك نوره، جاب الليمون من غير ما نطلبه. اصل انا ونوره كنا متعودين دايما نقعد هنا ونشرب ليمون في المعده. ربنا يصبر قلبك يا بيه. صدقيني يا نوره، قصدي يا ابتسام، اول مره اصدق فعلا انه يخلق من الشبه 40. لو هو انا شبهها قوي كده يا بيه؟ قوي يا نوره، قصدي يا ابتسام. حول الله يا رب. الا قول لي يا بيه من غير زعل، يعني هي ماتت امتى وازاي؟ ماتت من سنه في حادثه طياره. يا ساتر يا رب. اتخطفت مني قبل ما احقق حلم عمري، كانت رايحه تجيب فستان الفرح. صرفولك فلوس برضه غير ما هي؟ ايوه يابا. امال الفلوس اللي صرفها لك النهارده رخمه دي بتاعت ايه؟ بتاعت اللي بتاعته يا سي محمد. كل يا اخويا ما تشغلش مخك. الله، رزق وربنا بعتهن لغايه عندنا، نقول بتاعت ايه ومش بتاعت ايه؟ الله، مش نفهم الفلوس دي حكايتها ايه؟ وجايه منين؟ ولا ناكل كده جهجهوني؟ اطمن يابا، الفلوس دي اعانه من ابلة هدى، سي مصطفى بيصرفها لي النهارده. ولو مش مصدقني تقدر تسألها كمان. معلش يا بنتي، أنا لازم أعرف وأسأل وأتقص. ربنا ما يحرمني منك يابا. خلاص يا أخويا، كل بقى. أنا مش معقول كده، الناس دول طيبين يا أخويا وبيساعدونا من غير سبب. ولا نسيت لما كنت تعبان والفلوس كانت مقصرة معانا، مش جم لغاية عندنا وساعدونا؟ كل يا أخويا كل. إيه؟ ودي حاجة تتنسي برضه؟ ربنا يخليها ويبارك فيها. اسكت يابا. ولا سي مصطفى بيه ادب ايه واخلاق ايه وحنيه ايه؟ كان باين عليه حبيبتي وهو معاها، ويمين بالله كان قاعد والنور كده بيطل من وشه يا ولاد. واللي اتقطع اتوصل بيك يا نور. يعني ايه يا بيه؟ يعني سيبيني اكمل معاكي حلم حياتي وعمري. بس انا ابتسام مش نور. يا ستي الأسماء مش مهمة أبدا. هل فينا حد بيختار اسمه؟ هل أنت اخترتي اسمك؟ ما تاكلي يا ابتسام. مالك يا بنت ساهمتي كده ليه؟ ما فيش يما. إلا بقول لك إيه يابا؟ إيه رأيك لو نشوف شقة جديدة؟ شقة؟ شقة إيه يا بنتي؟ هو إحنا حلم الكلمة دي حتى؟ وفيها إيه يعني يابا؟ ما هو البني آدم برضه لازم يبقى عنده أمل في الدنيا. اي والله يا بنتي، على قد لحافك مدي رجليك يا بنتي. يابا انا قصدي نعيش لنا يومين بقى، وبعدين انا بشتغل والحمد لله،
والفلوس اللي باخدها إعانة ممكن. واحدة واحدة، كل شيء بالصبر كويس. قولي بدل ما تقولي يا شقة، قولي يا تلفزيون يا بوتاجاز. أي والله ياما، هو يا ريت كمان نجيب مروحة بدل ما احنا بنتخنق في الصيف. ويا سلام بقى لو وضبنا الشقة وبيضناها، ويا ريت كمان نجيب لنا تلفزيون. ايوه يا اختي، بس لازم يكون ملون. مش كان واجب بدل ما انتوا قاعدين تلونوا وتحلموا في الدنيا كنت صحيتوا العيال من نومهم ياكلوا معانا؟ يابا ما انا سالت امي قالت لي ان هم اتعشوا وناموا، وبعدين ما احنا شايلين لهم منابهم للصبح. بقول لك ايه يا حبيبتي، ما تنسيش يا اختي انا عايزه ثلاجه، ثلاجه كده تكون حلوه وشرحه عشان نشيل اخواتك منابهم فيه. هنجيبها يما، وهنجيب كل اللي احنا عاوزينه. مين عارف، مش يمكن ربنا يحقق لنا اللي ما كناش نحلم بيه حتى. اتأثرت بحالته يبقى لسه بحبه، ده مهما كان ابن خالتي وابو ولادي. مفيش فايدة، هتفضلي تكبري كده لحد امتى؟ مش عارفة، مش عارفة. هدى انت بتكلمي نفسك يا بنتي؟ لا لا ابدا يا ماما، مفيش حاجة. طب مش هتيجي تتعشي؟ هو مصطفى جه؟ مش باين له جاي دلوقتي. يلا قومي اتعشي معايا يمكن نقدر نفتح نفس بعض. يلا يا ماما. صدق اللي قال، لا بحبك ولا بقدر على بعدك. هو ايه ده؟ البيض، البيض المقلي نفسي فيه، لكن لو كلته هيحمى عليا ويتعبني. خلاص يا ماما ما تاكليهوش. انا برضو بقول. الو، اهلا يا احسن بيه. لا ابدا مفيش ازعاج ولا حاجه، اصلا انا لسه راجع حالا دلوقتي البيت من البنك. كنت هناك عشان بقابل الموظف بتاع البنك عشان موضوع القرض ده. أموال؟ وهنقابله بكرة. طبعا طبعا. لا 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 مفيش داعي، مفيش داعي نمشي عربيتين ورا بعض. أنا همر عليكم ونروح كلنا بعربيتي بقى. ماشي. عموما أنا ما أقدرش أتأخر عن أي طلب لإحسان بيه. ما ده عشان برضه همام بيه. بس كنت عايز أقول يعني إن الإجراءات هي الإجراءات والوقت هو الوقت. لما تخلوا القرض 300,000 ولا نص مليون. والله أنا كمان بكرة باخدها ساعة البيه. لا 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 كفايه قوي 100,000 جنيه. الله جرى ايه يا هدى هادي، مش تجمدي قلبك كده وخليكي جريئه. بعدين عايز الفت نظر سعادتك ان البنك. هاي دادي. هاي سالي، ازيك يا حبيبتي؟ سالي بنتي اقدم لك مدام هدى مصطفى بيه همام بيه. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا فندم، اهلا اهلا وسهلا. يعني ما قلتليش انك جايه النهارده هنا. يا سلام، يعني انت اللي كنت قلت لي. طيب يلا بقى اقعدي اشربي معانا حاجه. لا 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 ما اقدرش النهارده، في يوم تصفيه التنس. لا مش هنروح مع بعض؟ لا ما تستنانيش، انا العربيه بتاعتي معايا النهارده يوم التنس. تشاو تشاو تشاو. اهلا مؤاخذه يا همام بيه، حضرتك كنت بتقول ايه بقى؟ كنت عايز الفت نظر سعادتك ان قيمه القرض لو زاد عن 30,000 فرع البنك ما اقدرش بدي فيها الا بالرجوع للمركز الرئيسي. يعني احنا هناخد القرض من المركز الرئيسي؟ مش الاصل يا باشا، انتوا طالبين 100,000 جنيه، يعني نختار المركز. انا بقول اختار باختار واجراءات باجراءات. طب ليه ما تزودش عن 100,000 جنيه؟ لا متهيألي بعد كده لما الامور تمشي ونكبر ممكن نطلب اكتر، بس عشان دي اول مره كفايه قوي 100,000 جنيه. خلاص خلاص يا عم، خلي الهانم على راحتها. انا بس حبيت اخد. لا يا عم، الخدمه اللي تعملها لنا انك تخلص لنا الموضوع ده اوام اوام. كلها يومين وهتصل بحضرتك وتشرفونا في البنك عشان نتمم بقيه الاجراءات. عظيم، بس بقول لك ايه يا همام بيه، اوعى تدخل الموضوع ده بقى في دهاليز البيروقراطيه بتاعتكم.
معقول يا سعاده الباشا كل البنك تحت امرك من دلوقتي؟ بس انا بقول لازم يبقى فيه شويه شكليات علشان محدش يقول اشمعنى او حد يبص لنا بعينيه. ماشي يا امام بيه، اعتمدنا على ربنا وعليك بقى. عن اذنك يا ادم، عن اذنكم يا بهوات. خلاص سعاده البيت اتفضل. مع السلامه. لا 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 يا هدى هانم، ده انت المفروض تكوني جريئه اكتر من كده بكتير. جريئه في ايه بس؟ جريئه في شؤون العمل طبعا، كل ما تتجرأي اكتر هتوصلي اسرع. يمكن بس علشان لسه جديد يا سعاده البيه. ابدا، ياما في الناس اجدد منكم بكتير وعندهم امكانيات اقل منكم بكتير ووصلوا بسرعه. لازم الجرأه في الشغل يا جماعه. البركه فيك بقى يا سعاده الباشا. لا يا مصطفى بيه، البركه مش فيا انا وبس، فيكم انتوا كمان. انتوا من ناحيتكم كمان لازم تشتغلوا. يعني انا مثلا لاحظت حاجه في العماله عندكم، العماله عندكم بطيئه وتقليديه كده، مش نافعه قوي. في دي عندك حق، بس هو هنعمل ايه؟ اغلب العاملات ليهم ظروف خاصه. لا لا لا، الشغل ما فيهوش حاجه اسمها ظروف خاصه. الشغل عايز حسم، جديه، سرعه. الله، انتوا مش عايزين تبقوا من اصحاب الملايين ولا ايه؟ يا ريت طبعا، كلنا عايزين نكبر ونتطور. في حد يكره ساعات البيرة من اصحاب الملايين يعني؟ خلاص، يبقى نشتغل بطريقه اصحاب الملايين. أبناء الطلبة، القناعة كنز لا يفنى، والإنسان مننا يا أبناء الطلبة يجب أن يقنع بما قسم له. والفلوس يا أبنائي مش كل شيء، مستقبلكم هو أهم شيء. وأنا عندي بيان واضح عن الوضع المالي والاقتصادي لأولياء أموركم واحد واحد. أنا أعلم جيداً إن أولياء أموركم مبسوطين قوي وأغنية قوي والفلوس على قلبهم قد كده، فالمفروض يا أبنائي ما يبخلوش عليكم. الأب اللي يبخل على ابنه عشان مستقبله مصيره جهنم. أكيد أكيد يا أستاذ. طبعاً أكيد. صدقت والله يا أستاذ مون جد، أنا أبويا ما بيبخلش عليا أبداً، أطلب منه العشرة جنيه يديني جنيه. بس ده هو، أنا مش هنقلبها مجال هزار هنا. وبعدين في موضوع تاني قلقني قوي على مستقبلكم، الاستيعاب عندكم بطيء والفهم بطيء، رغم الجهد اللي انا ببذله معاكم واحد واحد. انا ما بخلش عليكم يا ابنائي في الحصه، انا بديكم. قول يا استاذ منجد. نعم. استاذ منجد. أيوه. ما تيجي نكمل شرح احسن. فعلا هايل يا احمد يا ابن الرشيدي، ممتاز. عارفين الولد احمد بيتكلم ليه كده؟ عشان خايف على الوقت. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. أهو الجرس اللي قطعه علي يا أستاذ مونجي. مش مشكلة يا ابني، نبقى نكمل في حصة تانية. أبنائي الطلبة قيم، أبنائي الطلبة جلود. على فكرة يا جماعة، ده اعلان صريح من الاستاذ منجد انه عايز يدينا دروس خصوصيه. ما هو غلب معانا يا سيدي. لا مفيش فايده. حقه، قالها لنا على كل لون، واخر ما غلب جابها لنا على بلاطه. وش ياخد الريح من البلاطه؟ ما احنا كمان على بلاطه. فينك يا استاذ ابراهيم؟ وهنفضل كده يا احمد؟ لازم نعمل اي تصرف تاني. انا عملت كل اللي عليا وما اقدرش اعمل اي حاجه تاني. يا عم اتكلم قريبكم لتوسط لرجوعنا، يعمل حاجه يمكن يرجع الاستاذ ابراهيم. صعب يا محسن، صعب. بابا عمره ما وافق بكده. خلاص يا ابني، انت مش بتقول ان والدك يعرف الناظر وقابله مقابله كويسه؟ خليه يعمل حاجه. لانه فاكر يا سيدي انه موظف كبير، انما الحقيقه انه موظف بسيط جدا. كل الحكايه انه يعرف شويه ناس كويسين وخلاص. وطي صوتك، لا الاستاذ منجد ولا الناظر ياخدوا خبر. حق يا ابني، لا تروح في خبر كام. انت بنفسك بتقول ان معاملتهم لك اتغيرت بعد ما الناظر قعد مع والدك. معلش يا منجد، طول بالك عليه شويه علشان خاطر والده. الولد ده يا حضرة الناظر عامل لي في الفصل زي فرع لوز. أنا قاعد بتكلم الولد ينبهني ويقول لي نرجع للشرح يا أستاذ. إيه ده؟ هو أنت ما كنتش بتشرح يا منجد؟ لا يا فندم، كنت بشرح لهم طبعًا،
بس أصلنا أسلوبي في الشرح إن أنا أضرب أمثلة، يعني أمثلة توضيحية عشان الأولاد يفهموا، أحكي لهم حكايات. يعني المشكلة إن آخر حدوتة بحكيها طولت شوية، خدت الحصة كلها. إيه؟ الولد ده حاطط الناظر، لازم تنقله. ايوه انقل الولد ده لفصل الاستاذ خلف. بقول لك ايه يا منجد، مش عايزين نعمل مشاكل. ما تنساش انه والده وعدنا انه يكلم المسيري بيه في موضوع مشكله المجالات. ايوه حاطط الناظر، بس حضرتك كل ما تطلب والده في التليفون يقولوا لك مش موجود. يا معلش، ما تنساش انه دول من الموظفين الكبار، والموظفين الكبار دول الواحد برضو ما يعرفش ظروفهم ايه. لا مش حاجه حضرتك الناظر، والده شغال في انهي وزاره؟ في الحقيقة ما عرفش، بس هو شكله كده هيبة. وكمان ما تنساش انه قريب طاهر بالمسيري. صح، في دي عندك حق. الشخصيات اللي زي دي يا منجد بتنفعنا برضو في شغلنا. عندك حق يا حضرة الناصر، عندك حق. بس لو نعرف هو بيشتغل في انهي وزارة. اشتغل يا بنتي منك ليها، خلينا نخلص مع طعيتنا اوام. ان شاء الله عنها ما خلصت، احنا مالنا احنا، ما تخلص ولا ما تخلصش. مالك يا بنتي يا الطاف، مضروبه على قلبك ليه اليومين دول؟ يا حبيبتي، ما هو اللي زيك عايش بدماغه ما يهموش حاجه. كل ده عشان قطع عنك المعونه يا مضروبه. فلوسهم وهم حرين فيها، هنعمل لهم ايه بقى؟ يا اختي كفايه ان احنا قاعدين واكلين وشاربين ومبسوطين، نحمد ربنا على اللي احنا فيه بقى. احمدك يا رب. ايوه يا اختي، غنوا وردوا على بعض معزوفه سيمفونيه. ما لو كان الفرس ضاربكم زي ما هو ضاربني ما كنت سمعت صوتكم خالص. ما هي يا بنت التوبه ليها تمن يا هبله. يعني صحيح كان زمان الفلوس كتيره وبنصرف زي ما احنا عايزين، لكن دلوقتي احنا قاعدين مبسوطين ومرتاحين. امال ايه؟ نحمد ربنا بقى. اشكري يا حلوه الحلوين على الوعظ، يا كامله يا عقله يا اميره. حكيم انت عينك فارغه ما يملهاش غير التراب. يلا خلصي اوام عشان نروح بدري النهارده. واشمعنى بقى النهارده يا نرجس؟ اصل يا اختي عايزه اخش السيما. سيما؟ لسه يا وليه فيك عينين تروحي تمققي سيما؟ امقق؟ امقق ده ايه يا اختي فاشر؟ ده انا عينيا زي عينين الصقر، اشوف النمله العرجه وهي طالعه فوق الجبل. بدل ما تشوف النمله عرج شوف شغلك لارك. مركبه زراير البلوزه في قفاها يا نرجس. قفاها؟ قفاها ده ايه بقى يا ست نفيسه؟ ده قفا ولا وش يا نرجس؟ شوفي الشغل اهو قدامي. ده قفا ولا وش يا بنات؟ انت بتستعبطي يا نرجس، بتستعبطي عليا؟ ده قفا البلوزه ولا وشها يا نرجس؟ قفا ولا وش يا بنات؟ ما تردوا بقى. قفا يا قفا. يا سلام، تبقى التفصيله كده. بنركب الزراير في قفاها، عمرنا ما ركبنا زراير في وشها. انت رسمه على جنان يا ست انت؟ ان شاء الله يا اب. ايه في ايه يا نفيسه؟ نرجس يا فندم تعباني قوي في الشغل وملخبطه كل حاجه. ورا ايه يا نرجس؟ مش تصحصحي للشغل اللي في ايدك؟ امال حاجه غاليه في ايدها زي دي يا مدام، المفروض تتعامل معاها بحرص. يعني اعمل لها ايه البلوزه؟ اعلقها في السقف واتشعبط اشتغل فيها؟ بطلي الشغل اللي بالطريقه الهمجيه اللي انت متعوده عليها دي يا نرجس. حاضر يا ابا. اهي كده على طول يا فندم، على طول مجنناني ومش راضيه تسمع الكلام، لا عارفه اخد منها حق ولا باطل. انا مش هعلمك شغلك يا نفيسه، انا عايزه جديه وحسن. اللي تغلط تتحمل نتيجه غلطها، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. انا ماشيه ومصطفى بيه جوه لو احتجتي اي حاجه. حاضر يا فندم. ابقي خدي بالك من الشغل كويس. حاضر يا ابلة. ايه ده؟ نورة؟ مش ممكن. أنا فيها شيء لله، من لحظة واحدة بس يا ناس، والمكتب ده يشهد عليا، كنت بفكر فيكي بالقوي قوي. الشاي يا سي مصطفى. يا سلام، جه في وقته تمام، تسلمي لي يا نورة. وإيه اللي معاه ده؟ ده سندوتش مربى، أمي كانت عاملاه لي قبل ما أجي، قلت نقسمه بينا إحنا الاتنين. مش ممكن أبدًا.
البت دي رومانسيه وحساسه وعاطفيه قوي. ودي مربه ايدي يا نور؟ مربه ورد يا سي مصطفى. يا سلام، ده انا طول عمري بأموت في مربه الورد. يا ورد انت يا ورد، نوره نوره يا نوره، يا ورده حلوه في بنوره. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ممكن ايه ده؟ ايه ده؟ انا عمري ما شفت سندوتش مربى بالحلاوه دي ابدا. بالهنا والشفا، مطرح ما يسري يمري يا سي مصطفى. ما خلاص بقى، دلوقتي بينا عيش ومربى، خليها مصطفى حاف وبلاش ياسي دي. لا لا يا سي مصطفى، لساني ما يطوعنيش. علشان خاطري خليها يا مصطفى؟ لا يا سي مصطفى ما اقدرش. يا ستي نفسي اسمع منك مصطفى. حاضر يا مصطفى. مصطفى يا مصطفى، يا مصطفى. انا بحبك يا مصطفى. يا بت افهمها، يا بت قلت لك 100 مره بت، انا راجل جنتل يا بت، جيبي لي الشاي لوحده والسكر لوحده، افهمي. حاضر يا سي مصطفى. يا بت اعلمك امتى بس؟ اعلمك ازاي؟ قلت لك الشاي لوحده والسكر لوحده زي ما بيعملوا في كازينوهات وقت المغربيه يا بت، فاهمه؟ حاضر. اتفضلي من وش السعادي. حاضر. وانت يا ست سعاديه؟ نعم. سيادتك رجعت كشف الحسابات خلاص؟ ايوه يا ستي رجعته، كله تمام ومظبوط، مفيش عجز. الحمد لله. بس انا ليا ملاحظه كده. اتفضل. يعني اي مبلغ يتصرف معونه ما تكتبهوش على المرتب، خليه لوحده. حاضر يا فندم. اصل انا يعني بساعد البت المسكينه الغلبانه دي، بساعدها يعني هي وغيرها، ما هو اللي عايز مساعده احنا بنساعده على طول. وده اللي هيشجعني اني اكلم حضرتك. في ايه يا سعديه؟ في ايه تكلمي؟ المرتب اللي حضرتك قررته لي بسيط، وانا ظروفي صعبه وحملي تقيل، وكنت محتاجه مبلغ يعني. جاي يا مدام، انت لحقتي تشتغلي عشان تطلبي سلفه؟ لا مش سلفه، من المعونه. وكمان معونه؟ ليكي عين تقولي معونه في وشي؟ بعدين يا سعديه، المعونه دي بعدين. اصل يا فندم. جاي يا سعديه، مش وقته دلوقتي. يعني اخوانا ايه؟ معرفش اكل لعبه في المكتب ده ولا ايه؟ حاضر. يا مصطفى، يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. ها قال لك ايه؟ قال لي استني كمان كام يوم وبعد كده نقرر. طب استني كام يوم كمان وكلمي تاني. وهو اللي انا فيه هيستنى كام يوم؟ البت تعبانه قوي، والدكتور عايز اشعه مقطعيه، والهم تقيل على قلبي قوي من كل ناحيه يا ست نفيسه. معلش تسهيله قريبه، وربنا يعلم لو كان معايا حاجه فايضه ما كنتش اتاخرت عنك ابدا. انا عارفه يا ست نفيسه، اهو كلنا غرقانين فيه سوا، واللي جاي يا دوب قد اللي رايح، وكمان ما بيقضيش. حق في الزمن ده اللي يقدر يفتح بيت يبقى بطل. انت عارفه البيوت اليومين دول بتاكل فلوس قد ايه؟ كل دي يا حماده عشان خاطري. لا عشان اقدر اتغدى مع بابا يا ماما. هتاكل مرتين يا فجعان، وياكل 10 مرات كمان. قلت لبابا يا حبيبي انك جاي على هنا؟ لا ما هو قال لي ممكن ان انا اعدي عليكم وانا جاي من المدرسه. ايوه بس كان واجب تديله خبر قبل ما تيجي يا محمد. يا حبيبي عشان لما يرجع من المدرسه ما يقلقش لما ما يلاقكش. لا ماما بابا خلاص ما بقاش يروح المدرسه. يا بخته. وبابا ما بيروحش المدرسه ليه يا حبيبي؟ ما اعرفش، انا سمعته بيتكلم مع عم زغلول ان في قضيه. قضيه ايه؟ ليكون رافع قضيه عشان ياخد العيال يا ماما. عيال ايه انت الاخرى؟ لا يا ماما دي قضيه مع المدرسه. جايز في مشكل مع المدرسه، وعشان كده يحب تعيني اشتغل الشغلانه التانيه دي. عموما انا حاب انزل اوصل حماده بنفسي واعرف ايه الحكايه دي. هادي كل اللي حصل يا مدام، ومن يومها هو رافض ينفذ قرار النقل لسوهاج، والقضيه شغاله. يعني موضوع سوهاج ده كان حقيقي مش مجرد تهديد؟ حقيقي طبعا يا مدام، الله يكون في عونه، كانت اعصابه فايته خالص منه ومش قادر يمسك نفسه. الموضوع ده يا مدام اللي حصل بينكم ده كان غصب عنه. ابراهيم انسان طيب قوي يا مدام وبيحبك، يا ريت تبص الموضوع ده بعقل واعي. الصداقه شيء جميل يا استاذ زغلول، بس كل اللي بيني وبين ابراهيم خلاص انتهى. لكن اللي بيني وبينك لسه ما انتهاش. ابراهيم شريك يا مدام، هو اللي قال لك الكلام ده بلسانه. ابراهيم ابن خالتي وابو ولادي، وده كل اللي بيربطني بيه دلوقتي. يا مدام علشان خاطر الايام اللي بينكم وعشان خاطر عيالكم، أرجوك تفكري بعقل في الموضوع ده. اتفضل بقى راجع الملازم ديت، تكون حد من العمال غلط في جمع الحروف ولا حاجة.
ايه ده؟ يعني قصتي خلاص قربت تتنشر؟ ان شاء الله اسبوعين ثلاثة وهتلاقيها في السوق. بسم الله ما شاء الله. حواء وتفاحة بقلم ابراهيم عبد الله فرغليم. الله الله الله. انما ما قلتليش حاجة، انت ايه رأيك في القصة نفسها؟ كويسة والله، خاصة المفاجأة اللي في نهايتها، حاجة ما كانتش على البال أبدا. يعني تفتكر يا حاج بخبرتك كده القصة دي بإذن الله ممكن تنجح؟ عشاننا في ربنا كبير، دي أصلها مسألة تعرف وأرزاق يا أستاذ، وعشاننا يرزقك ويرزقنا من وراه. إن شاء الله بإذن الله، بس أصل أنا يهمني النجاح الأدبي قبل المادي يا حاج. وماله لما يكرمنا في الاتنين يطلع لنا من وراها قرش كويس، وانت اسمك يلعلط ويلال. ربنا كبير يا حاج. قوليلي بقى وما تخبيش عليا، بتحبيني قد ايه يا نوره؟ ربنا يعلم يا سي مصطفى. اتفضلي اقعدي اتفضلي. ما بلاش يا سي دي، خليها مصطفى حاف كده ومفيش داعي لرسميات. الشاي يا سي مصطفى كومبليت، انا عايزه النهارده كومبليت، جاتو والشاي والكيك وكل اللي عندك. ولا تحبي تاكلي الاول لقمه كده على ما اوصل؟ اللي تشوف. خلي الشاي، هات غدا بسرعه يلا. طب تامره ايه؟ كباب، حمام، فراخ، من كل بستان زهره. تحت امرك يا فندم. ليه التكاليف دي كلها يا مصطفى؟ تكاليف ايه بس يا نوره؟ ده انت الغاليه خاصلك، صدقيني يا ستي لما نبقى نتجوز تبقى وفري انت على كيفك. نتجوز؟ ايوه طبعا، انا خلاص ما اقدرش استغنى عنك ابدا يا نوره. بس انا ابتسام يا مصطفى مش نوره. يا ستي معلش سيبيني عايش في الحلم ده، مسير الايام هتنسيني نوره وافضل متعلق بابتسام بس. بجد يا مصطفى؟ طبعا انا عارف ان ده هيحصل في يوم من الايام، اي جرح محتاج وقت لغايه ما يلم، وانا نفسي بقى اتلم عليك يا نوره. وانا كمان يا مصطفى. انا النهارده بقى محضر لك مفاجاه، انما على ذوقك. مفاجاه ليا انا؟ ايه؟ شقة. إيه الشقة اللي هنتجوز فيها؟ غلط، اللي حصل ده غلط وما كانش لازم يحصل أبدا. ما حصلش حاجة يا إبراهيم تستحق ده كله، بعدين دي بنت خالتك قبل ما تبقى طريقتك، إيه دي لما تيجي تسأل عليك وتطمئن عليك يا أخي؟ تطمئن، لكن مش من حقها تبعت لي فلوس أبدا. يا بابا، تيتا اللي ادتني الفلوس دي وقالت لي اديهم لبابا في إيده. وتيتا هتجيب الفلوس منين يا ولد؟ ما أكيد خدته من أمك. يا بابا ماما ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده. جرى ايه يا ابراهيم؟ الواد سامبو ايه ده كله؟ حمادة اطلع حبيبي العب على السطح بره. حاضر يا عم. ايه يا ابراهيم؟ الواد سامبو ايه ده كله يا ابراهيم؟ وبعدين هي مش غلطانة ان هي جاية تطمن عليك، تطمن عليك يا اخي فيها ايه دي؟ الله، مش من حقها تسيبني 200 جنيه مع الولد، اصلها ايه ده يعني؟ يا جدع ما تستاهلش الحساسية دي كلها بقى. دي بنت خالتك يا اخي قبل ما تبقى طريقتك، وقلت لك الكلام ده 100 مره قبل كده. انا كنت شفتها وهي جايه بتسال عليك وبتطمن عليك. ما كنتش عملت كده ابدا ولا قلت الكلام ده خالص. طب تبعت لي فلوس مع الولد ليه؟ انا بقى لا شفتها بعتت ولا شفتها ادت. يبقى اديتهم له قبل ما تجيبه وتيجي هنا. بقول لك ايه يا ابراهيم؟ حتى لو كده ايه ذنب الواد تعمل فيه كده وتخليه يعيط؟ حرام عليك يا ابراهيم، مش كده. وبعدين لو انت مش عايز الفلوس خد الفلوس واديها لهم يا اخي. ما تعملش كده في الولد، حرام. ذنبه ايه؟ من يوم وقيتك يا حي لأمنا حواء، في الضلالة لا لأوهامكم، العتمة قدامكم، النار تحت أقدامكم، يا
مسجونين في الضلالة، لا لأوهامكم العتمة قدامكم النار تحت أقدامكم، ما تفوقوا للحق يبقى السعد خدامكم، دي الجنة للي وزنها بعقل.